السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفة ديال اليوم غادي نشوفوا لي ستيك بالبطاطا والقرعة. المهم ممكن تزيدوا شي خضيرة اخرى الا كانت عندكم بحال خيزو مثلا. في هذه الوصفة غادي نحتاجو ستيك، قريعة مقطعة هكا دويورات، بطاطا مقطعة دويورات، والزبدة والملحة والابزار. وغادي نبداو على بركة الله. غنديرو شوية ديال المليحة والابزار في الستيك، ونديرهم في الكوكوط. باش كنديرهم في الكوكوط كندير فيهم شويه الزبده. ما بين وحدين وحدين نديرو الزبده. ولكن كي كنت بحال دابا تكون شي مقله كبيره تتجي هي الله في القاع. دابا بني ما بين وبين الزبيده تطلق ديك الزبيده واحد الطيبه هائله. عاود ديك القليل اللي تتقلى في المقلة هكا احسن بخضيرة. تهدو ندير لها مزيان حتى الخضرة، نديرو لها الملح والابزار. حنا كاع عدنا لها مليحة، دابا نديرو لها الابزار. البطاطا هي نفس الشكل، ديرو لها مليحة والابزار. هاد الوصفة كلها تطيب بالمليحة والابزار وزبيدة وتجي رائعة. غنديرو الزبدة فوق القرعة، عاد نزيدو فوقها البطاطا تتشرب ديك الزبيدة. ها هي معايا في الكوكوط الصغيرة، ودرنا لها نص كاس ديال الماء. ديك لا كونتيتي كامله اللي عندنا درنا غير نص كاس الماء. دابا غنزيدو الزبده وغنسدو عليها وغنديروها طيب واحد 15 مينوت وغتكون واجده ان شاء الله باذن الله. ها هي حنا سدينا عليها وخليناها طيب، نخليوها واحد 15 مينوت ونسد كما قلنا. من بعد ما دازت 15 دقيقه حلينا عليها. ها هي كتطلق الماء ديالها، كنكبوه هنايا كنبقاو نسقيوهم بهذيك البطيطه من الفوق حيت كتكون ناشفه. صافي ها هو طاب. اللي بغى ياكلو بمريقه ديالو في الفريم مريقه، اللي ما بغاش كيخليه حتى يبدا ينشف وكيدفى عليه. فوالا البطاطا هي راه طايبه، وكاع الخضيره والتركي مره طيبين. ها لي ستيك والخضيره ديالنا وجدوا. نتلاقاو فيديو اخر في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.